زعم التصفية النهائية. لجنة التحكيم تستقبل المترشحين. مرحبا بكم في التصفية النهائية لسلسلة زعمة اللي باش ترشحهم فيها اليوم دو فيناليست بتشوفوهم إن شاء الله نهار الأحد في الليل التسعة متاع الليل. نستقبلوا مع بعضنا المترشحة الأولى. عسلامة مرحبا بك. مرحبا. تقدمنا نفسك؟ منى رسواي 20 سنة من ولاية قابس، نقرأ انفورماتيك دي جيستيون، قاعدة بالكشافة التونسية وناشطة بالمجتمع المدني. يعطيك الصحة يا منى، ناشطة بالقدا أنت مش كان في المجتمع المدني. الحمد لله. للا عندك 99 ثانية باش تعطينا فيها رأيك في الأطروحة اللي هي زعما تونس عرفت تختار رئيسها. نبداو توب كرونو. واضح، زعما تونس عرفت تختار رئيسها. بالنسبة لي يعني إيه، نعم تونس عرفت تختار رئيسها. اختارت زوز معايير أساسيين لتقييم أداء الرئيس، أولا المناخ السياسي العام، ثانيا السياسة الخارجية. أولا بالنسبة للمناخ السياسي العام، قيس سعيد هو إنسان مستقل وغير متحزب رغم عدد التجاذبات من حوله، وهذا اللي خلى الشعب التونسي ينجذب له أكثر. كيف قيس سعيد أول ما قدم مقترح لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، حيث قال حتى لا يكون التعليم في مهب الريح في ظل التجاوزات بين الأطراف إلى غير ذلك. كيف قام بسن قانون لاسترجاع المال العام. ثانيا بالنسبة للسياسة الخارجية، قيس سعيد سعى إلى مزيد توطيد العلاقات بين عدة دول خاصة في المغرب العربي، نذكر أبرزها أول زيارة له للجزائر في فيفري 2020 وأبرم عدة اتفاقيات. كيف اهتمامه بالملف الليبي خاصة أنه يؤثر بشكل مباشر على تونس، فقام بتعيين سفير مؤخرا للدولة التونسية بليبيا اللي هو غير موجود منذ 2014. أني حديثي بأهم قضية وهي القضية الفلسطينية، حيث كان قيس سعيد ضد التطبيع وقال كلمته الشهيرة التطبيع خيانة عظمى. كيف قيس سعيد قام بمنح الجنسية التونسية ل 34 فلسطيني مقيمين بتونس لعدة سنين. هذاك علاش نقولوا تونس اليوم عرفت تختار رئيسها، عرفت تختار إنسان صادق واثق ويفعل حسب صلاحياته. وشكرا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة منار، تقعد معنا منار، خليك معنا. بحذينا شوية. هاي مسيرش. عنا شوية ملاحظات. به. نبدأ بالتصويت. تصوتوا لجنة التحكيم. سي بون؟ سي بون التصويت. أنا من رأيي تبدأ أنت أمل، أنت بديت واصل. بي. أنا أونيتمون ما عنديش برشا ملاحظات، جوست سرعة شوية في الصوت، كليت شوية الكلام، ما في المجمل أنا نشوف أنه أداء محترم خلينا نقول. غادة عندك ملاحظات؟ أنا يظهر لي نبداو بسي هاي بما أنه هبك ولاد معناتها. قعدوا نطيشوا في الكرة لبعضنا. لا منار حضور معناها ثقة في النفس عندي ما نقول. ربما جوست كنت أقول لك حاول تخدم شوية على الحجج، تعطي حجج عملية أكثر، حاجة ما تدخلش في الأعمال الطبيعية اللي قوم بها رئيس الجمهورية في إدارة أداء مهام، وشن هي الإضافة اللي قدمها المرشح الدافع عليه واللي خليتك تكون مع مع الأطروحة أن تونس عرفت فعلا تختار رئيسها. لكن نتصور بالخدمة فهم شوية بركة ريشيرش تبدأ تلقى عندك الحجج اللي حاشتك عليها، حاشك بهم الكل. نعرف مع بعضنا نتيجة التصويت بالنسبة ليك منار توتسويت. نتيجة التصويت 46% منار. نتيجة التصويت مرحبا بك. يعيشك. برافو منار. المشترك الثاني مرحبا بك، تفضل. أهلا وسهلا. مرحبا. تعرفوا عليك؟ أحمد سياسي 23 سنة، طالب ماجستير بحث علوم جنائية، كاتب وناشط في المجتمع المدني. مرحبا بك احمد. شكرا. دونك انت قدمت الزعمة على اساس انك مع الأطروحة تدرى ان تونس عرفت تختار رئيسها. عندك 99 ثانية باش تقول لنا علاش. شكرا. بعد عام الانتخابات الرئاسية من حقنا انه نتسائلوا زعمة تونس عرفت تختار رئيسها، وانا نقول انه طبعا تونس عرفت تختار رئيسها على خاطر الرئيس التونسي قيس سعيد سجل عدة نقاط ايجابية وعلى عدة مستويات. اولا على مستوى الدبلوماسيه الخارجيه خدم الرئيس التونسي على تعزيز العلاقات ومزيد ربطها مع دول المغرب العربي، الدول اللي تمثل شريك استراتيجي لتونس امنيا واقتصاديا،
وأبرز مثال على ذلك هو تعيين السفير التونسي بليبيا واحتضان تونس للحوار الأممي المتعلق بليبيا. ثانيا على مستوى مجلس الأمن القومي وخاصة مع بداية جائحة كورونا، وقت ركز الرئيس التونسي على ضمان الأمن الغذائي وضمان الأمن الصحي، وفي إطار هذا تواصل مع عدة دول وعدة منظمات لتبادل الخبرات وتبادل المعلومات وتبادل اللوجستيك لمعاضدة تونس في مجابهة أزمة الكورونا. وثالثا بالنسبة لي هي كانت أهم حاجة أن الرئيس التونسي لعب دور اجتماعي هام، والدور هذا اجتهد فيه لأنه خرج على صلاحيته الدستورية المحدودة ودخل في عمق الأزمة الاجتماعية. كنا نشوفه هذا في عدة أمثلة، مثالات الزيارات الميدانية اللي يقوم بها وتقديمه للمساعدات، بناء الجسر قرب مدرسة مهي القطقاضي، والمدينة الصحية اللي ستتم في القيروان والتي هي الآن في دور الدراسات. وفي النهاية الحمد نحب نعاود نأكد أنه تونس عرفت تختار رئيسها على خاطر سجل عدة نقاط إيجابية على مستوى مهامه الدستورية وتجاوز هذايا واجتهد ودخل في دور اجتماعي هام. وشكرا. شكرا أحمد، يعطيك الصحة. احنا ساعة نبدأ بالتصويت ولا نصوتوا، وبعد ما نصوتوا ماذا بينا ناخذوا رايك في سورتو زادا نحكيوا مع بعضنا شويه في المقاربه اللي عملتها. انا يهمني رايك في مساله، كي تقول مثلا انه تجاوز صلاحياته الدستوريه الى مجالات اخرى، هذه تراها نقطه لصالحه؟ تجاوز صلاحياته هنا بالمعنى الايجابي انه تدخل في الدور الاجتماعي، والرئيس مع تجاوزنا الصورة القديمة متاع التفرق ما بين الدولة وما بين الشعب، وكنا نشوفه الرئيس واللي هو تمثيل للدولة ممثل للدولة وسط الشعب، وهذه نقطة إيجابية. واضح. شكرا. أنا عندي ملاحظة لو تسمحوا، حاجة واحدة يا أحمد، كي تحكي أغزل عيني العباد، خاطر في لحظة معينة حسيت كأني حاجة حافظها تحكي فيها، دونك فوميو أغزل عيني العباد وصلهم اللي لو مش حافظ فيه راك مقتنع بالكلام اللي تحكي فيه. جست هذيك هي الملاحظه نتاعي. نتيجة التصويت حاضرة. أمل عندك ملاحظة قبل ما نتعدي لنتيجة التصويت؟ أنا ما عنديش ملاحظات، تفضل نتيجة التصويت. دونك نعلن؟ أعلن. أعلن. نعلن. أحمد ساسي، النتيجة نتاعك أحرزت 53%. برافو أحمد. برافو أحمد، صح. نتعديو للمتسابق الثالث ونستقبلوا معنا الياس. عسلامة الياس. عسلامة، مرحبا بكم. الحمد لله. لاباس. قدم لنا روحك. الياس العوني، اصيل معتمدية حاج بالعيون، ولاية القيروان، 28 سنة، الإجازة الأساسية في التاريخ، ناشط بالمجتمع المدني. مرحبا يا الياس. 99 ثانية كما أصحابك الكل، تفضل. زعمة تونس عرفت تختار رئيسها. نعم، تونس عرفت تختار رئيس في إطار صلاحيات اللي قدمها الدستور التونسي رئيس الجمهورية. يمكن تقييم العمل الرئيس في زوز مجالات مهمة، وهي السياسات الخارجية والأمن القومي. بالنسبة للسياسات الخارجية فما زوز محاور مهمة، أعتقد بأن المسألة الليبية خاصة في مجالنا الاستراتيجي المغرب العربي، أنه رئيس الجمهورية أكد في العديد من المجالات من خلال تدخلاته بأنه المسألة الليبية يجب أن تحل وتكون ليبي ترجم هذا حقيقة على أرض الواقع. وستستضيف تونس معناها قريبا في 9 نوفمبر 2020 اللقاء الأشقاء الليبيين اللي باش يكون تحت رعاية اللجنة الأممية. إضافة إلى ذلك زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر، وأعلن خلال حملته الانتخابية أنه ستكون أول دولة يزورها وهي الجزائر، وهذا بعد لتدعيم العلاقات التقليدية بين الجزائر وتونس. ثانيا في مسألة الأمن القومي، مجالس للأمن القومي انعقدت، أكد فيها رئيس الجمهورية على ضرورة مقاومة فيروس كورونا، ونشوفوا ذلك عن طريق تدخل المؤسسة العسكرية في إجلاء 32 ألف مواطن منهم طلبة كانوا عالقين في مختلف عواصم أوروبية. إضافة إلى ذلك تحرك طاقم طبي عسكري في اتجاه إيطاليا، وهو بعد إنساني جديد من معناه بدعم من رئيس الجمهورية لمساعدة الحكومة الإيطالية من أجل محاصرة فيروس كورونا. إضافة إلى ذلك دور اجتماعي كان مهم لرئيس الجمهورية وتدخله في إطار تقديم المساعدات. إضافة إلى ذلك دستوريا رئيس الجمهورية كان حريص جدا على حماية الدستور وعدم خارقه، شفناه في الفصل 89 في مسألة اختيار المكلف بتشكيل الحكومة. إضافة إلى ذلك وأخيرا ثبات رئيس الجمهورية على مبادئه وبقي مستقل. في الوقت ياليس، في الوقت، يعطيك الصحة. تفضل، عندكم ملاحظات؟ نبدأ بالتصويت قبل. اي صحيح، ولا ديما ننسى. جاب ربي هيثم ديما يفكر. تصويت. شكرا يا هيثم. انا متمسك ايما تمسك بالديمقراطيه.
نحس فيك ديمقراطي، افهمتنا بديمقراطيك سي هاي فضل. عندك انت تعليق الاول ديمقراطيه فوالا ديمقراطيه بون في الحجج اذا باش خلي الهيثم الكونتينو هو اللي يعطيك مي جوست انا ملاحظه الحاجه اللي عجبتني اللي انت جبت نقطه من الاكتواليتي دليل على انك متابع بالضبط شنو قاعد يصير في البلاد شنو قاعد رئيس الجمهوريه يعمل جوست حاجه بركه اللي هي قلقتني شويه لو فيت اللي انت لميت برشا حجج حبيت تقولهم الكل في 99 ثانيه دو تيل سورت ما تنفستش ما بين الكلمه ما بين الحجه والحجه وانا ضعت ان سيغتان مومون في الحكايه هذه جوست برشا حجج فرد وقت سينو يعطيك الصحه انت عندك ملاحظه انتم شنو رايكم نزيد نعطيهم ملاحظه ولا نتعديهم مباشره نشيد التصويت اي يزي مستريس يزي في البركه نتيجه التصويت نتيجه التصويت للسيده غاده ٣٥٪ يعطيك الصحة يا إلياس مبدئيا عندنا تعادل عندنا تعادل احنا سيسي إلياس العود في الجولة الأولى والتشويق على أشده اللي بعده والأخير في فريق الموالاة الناس اللي قالوا أنهم مع أنه قيس سعيد قدم حصيلة إيجابية نستقبله معنا المتسابق اللي مزرو بياسر دخل قبل ما نقولوا له أدخل مرحبا بك تقدم لنا روحك سيدي شكرا وسيم الحمادي 22 سنة من ولاية تونس طالب سنة ثانية مرحلة تكوين المهندسين اختصاص كيمياء صناعية وناشط سياسي يعطيك صحة يا وسيم شكرا لك أنت تعتبر أن تونس عارفة تختار رئيسها وذيك علاش باش تقنعنا في 99 ثانية بالحجج نتاعك تفضل زعما تونس عارفة تختار رئيسها في اعتقادي الإجابة هي نعم لثلاثة أسباب أساسية السبب الأول هو أن قيس سعيد أحسن التعامل مع ملف العلاقات الخارجية باختياره عدم الاصطفاف وراء سياسة المحاور الإقليمية هذا جعل تونس في حل من الصراع اللي صاير في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وخلى علاقاتها تكون جيدة مع الجميع أبرز مثال على ذلك هو اختيار الأمم المتحدة لتونس باش تكون الحاضنة للحوار السياسي الليبي اختيار لم يكن اعتباطيا بل كان نابع من ثقة الأمم المتحدة في أن تونس تقف على نفس المسافة من الأطراف المتصارعة في ليبيا السبب الثاني هو أنه قيس سعيد على عكس ما ألفناه من جل الطبقة السياسية ظل وفيا للمعايير اللي على أساسها تم اختياره نذكر منها الاستقامة لانحياز للشعب ولقيم العدالة الاجتماعية السبب الثالث هو انه قيس سعيد السبب الثالث هو انه قيس سعيد السبب الثالث هو انه قيس سعيد السبب الثالث هو انه الرئيس قيس سعيد اثبت حقيقه انه ساهر على احترام الدستور على الرغم من انه عنده عليه بعض التحفظات شفناه في محطات عديده كيف وقف صدا منيعا امام محاولات الخرق الفاضح للنص الدستوري من بعض الاطراف السياسيه نعطي مثال تصديه لمقترح قانون لا دستوري لتنقيح المرسوم 116 الدستور في فصله 125 يقول انه اعضاء الهيئات الدستوريه بما فيهم هيئه الاتصال السمعي البصري يتم انتخابهم باغلبيه معززه في حين المرسوم هذا يقول انه الانتخاب يتم باغلبيه مطلقه ولهنا تظهر للدستوريه هذاك علاش تونس عارفه تختار رئيسها. خلاص سي بون تصويت التصويت مرة أخرى يا شباب سي بون التصويت سي بون شو نقولوا له؟ أنا نتكلم يسير شو تبيعة أنت تتكلم مالا شكون؟ وسيم ما عرفتكش اليوم وسيم خاطر في الفيديو 99 ثانية اللي ريناك فيها في معناتها في التصويت الاولاني بالكل تو ايتي تري تري اليز معناها فهمت شنو هو التراك اللي هو كان كان اليز اذا كان لاحظت اليوم كان اليز اما جوست قيس سعيد معناها هو مع قيس سعيد لثلاث اسباب الاول اعطاه الثاني اعطاه والثالثه نسيتها سي تو معناها هذا اللي صار يصير اذا يصير باهي التصويت ما يمنعش ما يمنعش ما يمنعش نتيجه التصويت وصلت نتيجة التصويت وصلت وسيم تعرف قد يجيب حسب رأيك قد يجيب تجيب أعطي سوم 57-58 قد ايه؟ 57-58 متواضع والله مش خالي نقص في روحي سيدي وسيم ماذا اللي يعجبني فيه هاي؟ 80% يا وسيم برافو وسيم برافو وسيم برافو برافو وسيم برافو برافو إذا الفائز في فريق الموالاة اللي هما يعتبروا أن تونس عرفت تختار رئيسها هو
وسيم الحمادي مبروك. مبروك. مبروك وسيم. مبروك يا وسيم، نتقابلوا ان شاء الله في اللايف شو. شكرا. في النهائي. شكرا، تكون صح. ميرسي. ايوه، دونك توا باش نتعديو الفريق المعارض اللي ضد الاطروحه ويرى ان تونس ما عرفتش تختار رئيسها. نبدا. مرحبا. سلامة. باش نستقبلوا معانا شاذة ناوي 19 شاذة. عام من ولاية جابس. مرحبا بك شاذة. مرحبا بك شاذة، تحكي لنا على روحك شوي. بسيرش نقرا هندسة أساليب صناعية في إيساد جابس وناشطة في المجتمع المدني. شوية برك. نقرا هندسة أساليب في إيساد جابس وناشطة في المجتمع المدني. مرحبا بك. تفضل عندك الكلمة. مرحبا، عندك 99 ثانية باش تقدم لنا الحجاج نتاعك، تفضل. شكرا. زعما تونس عرفت تختار رئيسها، سؤالي تطرح بعد الانتخابات بعد فترة حكم دامت عام كامل، والإجابة بالنسبة لي تكون لا. للأسف التوانسة ما توافقوش في الاختيار، على خاطر فوز الرئيس أعطى أمال كبيرة وانتظارات أكبر وأكبر، إلا أنه الواقع أثبت عكس ذلك. نستنتج هذا من خلال رئيس الجمهورية اللي يلزمه يكون فوق التجاذبات السياسية والحزبية الكل، إلا أنه خطاباته اللي فيها صفة من التفرقة، فيها صفة من التحريض. نقطة أخرى نطرق لها، رئيسنا مستقل ضد الأحزاب السياسية، وبالتالي لا يتمتع بحزام برلماني، وكما نعرفوا أنه يصعب إلى حد الاستحالة تمرير أي تعديل دستوري بدون امتلاك أغلبية برلمانية تقدر بثلثي البرلمان. في الحالة هذه ترفض قرارات الرئيس. رئيس الجمهورية فشل في تعيين دولي، في تسيير دولي بالدولة، فشل في زوز قرارات تعيين رأسي الحكومة، فشل في القرار الأول الياس الفخفاخ اللي يثبت عليه شبهة الفساد، وتسرع في قرار هشام المشيشي اللي تخل في تجاذبات مع قيس السعيد وكون حزام سياسي ضد سياسات قيس السعيد. ما بقى لي كمش نقول لكم، نستنتج أنه الرئيس المنتخب لم يكن الرئيس الأمثل لتونس. شكرا. يعطيك صحة شدي. به نبداو نصوتوا الساعة قبل كل شيء. تصويت ثم رأيكم ليديز. به نقول رأيي بصراحة. شنو رأيك أنت؟ به أنا الفرق بيني وبينكم يمكن أنه المتسابقين تابعتهم شوية في التدريبات. به شذا وعدت أنك باش تقدم مردود. به سامحوني جوز باش نعاودوا التصويت. ها هكا التصويت ماشي؟ تقولون ماشي؟ باش ناخذ الكلمة بعدك. وصلت ماشي التصويت. يا باهي تفضل اختي غادي. بكل ديمقراطية. بكل ديمقراطية ان شاء الله. انا حبيت نعلق على الصوت نتاعك، صوتك طايح، وفي لحظة ما حسسنا انت نسيت شوية معناها اللي كنت محضرته، اما الاشكالية كنت نجم تتجاوزها الحكاية لو كان كملت بنفس الطوم تاع الثقة في النفس. حتى حد ما بش حد ما يعرف شنو الحجج اللي انت محضرتهم، وحتى حد ما بش يعرف اللي انت نسيت حاجة. كان جوست كملت بنفس الطوم وكان صوتك كان اعلى اكثر شوية، الشيء اللي يبين انك متمكنة من الحجج نتاعك. جوست هذيك ملاحظة ولا ماشي صحيحة. يلا شذا خليني انا مالا نحكي على الكونتينيو مادام انتم حكيتوا على الحضور الركحي. الحضور الركحي وحكيتوا زادة على الثقة والصوت إلى آخره، أنا مش ركز على المحتوى. كان عندك حجج حقيقية معناها، كان عندك تسلسل منطقي في أفكارك، وأنا نتصور على الحاجة هذه برك تستحق النتيجة اللي تحصلت عليها. نعلنوا عن النتيجة؟ نعلنوا. يلا شذا يعطيك الصحة. 70%. اي شفت راهو اون بوف فو سوربروندر ساعات، مابلاش تحكيم اشرار معناها نقدروا. يلا شذا ميرسي بوكو. يعطيك الصحة شذا. يعطيك الصحة. اللي بعده نستقبلوا مع بعضنا المتسابق اللي يعتقد زاد هو انه تونس ما عرفتش تختار رئيسها، تقدم لنا نفسك. مرحبا. بيا سلامة، أسامة بوفايت، 18 سنة، من المطوية، من ولاية كيبس. شنو تعمل في حياتك يا أسامة؟ ناشط في المجتمع المدني من عمري 10 سنين، وفي الجمعيات وفي المنظمات الدولية زادة.
قداش عمرك تب؟ 18 سنة. بارك الله يا يوسف. 10 سنين في المجتمع المدني، شكون تعمل في 10 سنين؟ فما بعد الثورة هكا كنت ما فهميش حتى جمعيات وما فهميش حتى منظمات، عاد بعد الثورة الناس كل ولد تحل في الجمعيات هكا وهكا. شيخ الدنيا. يعطيك الصحة يا وسام. وسام تعرف اللي كيما زملائك الكل عندك 99 ثانية باش تقدم فيهم وجهة النظر بتاعك وتقول لنا علاش أنت تشوف أنه تونس ما عرفتش تختار رئيسها. الكلمة ليك يا وسام. زعما التوانسة عرفوا يختاروا الرئيس نتاعهم ولا لا؟ بالنسبة لي أنا التوانسة ما عرفوش يختاروا الرئيس نتاعهم لأنهم عملوا على العاطفة أثناء التصويت. أكبر دليل على هذا أنه الأستاذ قيس سعيد ما قدمش برنامج انتخابي واضح باش يخدم عليه فترة الانتخابات اللي باش تدوم 5 سنين، دونك مانيش فاهم علاش صوتوا له التوانسة بما أنه ما قدمش يعني برنامج انتخابي واضح كالعادة. باهي، بعد مرور عام على الانتخابات الرئاسية اليوم باش نقيم على النتائج باش نقيم على الأداء. دونك الاستاذ قيس سعيد حسب الاليات اللي عنده وحسب الصلاحيات اللي عنده يضمنها له الدستور ما خدمش وما عملش حتى حاجه باش يصلح الوضع في البلاد وما حاولش انه يصلح اصلا للاسف. انا راهك دونك الاستاذ قيس سعيد كان وعد في الحمله الانتخابيه نتاعو انه باش يحط يعني صندوق وفاء لصالح يعني عائلات شهداء الامنيين والعسكريين، لكن ما عملوش. وكان وعد بالعفو الجبائي لرجال الاعمال اللي يعني متهمين بعملية فساد، لكن ما عملش حتى حاجة من المشروع هذية باش يتولهوا بمنطقة ويعملوا فيها مشاريع ويعني تكون فيها فايدة للمنطقة هذيك. بالنسبة للأمن القومي ما نشوفوا الاستعدادات الأمنية إلا بعد ما تصير عملية إرهابية، ما نشوفوش استعدادات واحتياطات واستراتيجيات باش تحمي المناطق التونسية والحدود متاحة والأمن الداخلي متاحة بطبيعة، وبعد ما توفى العملية الإرهابية هذه وإلا أي عملية إجرامية بعد نهارين نشوفوا كان الاستعدادات الأمنية رجعت ما عادش فما، ولذلك أنا رأي أنه تونس ما عرفش تختار الرئيس متاحة. وشكرا. يعطيك الصحة يا أسامة. نصوتوا بعد ملاحظاته. سي بون التصويت؟ وي. باهي يا أسامة، أنا عندي ملحوظة صغيرة. أنت قلت ما تبدل حتى ما حسنش الوضع في البلاد، هل تعتقد أنه سنة كافية باش نبدلوا الوضع في البلاد؟ احنا أصلا توا مطالبين أن نقيموا على العام هذا، هذا موضوع الأطروحة. أي أفهمك. بصراحة أفهمك. طالبين أنه نغيروا على عام هذا. نخدم في خدمتي. أما ما نجموش نبدلوا كل شيء في عام. لكن أنا مطالب أني نقيم، خاطر شوف الأطروحة. باهي ابتسم. باهي إذا كان العام هذا ماهوش معناه كافي باش أنه يخدم المشاريع هذه، دونك الأطروحة هذه كنتوا تنجموا تقدموها بعد 5 سنين بعد ما توفى فترة الحكم. والله يسلمك. أسامة قارح واعر. أنا معاك. أنا معاك، صوت لك من صوت معاك أنت بصراحة، عندك حق. جابوه باش يقيم عام، قيم عام الرجل. والله لازم قيم عام. كان جبتوه بعد 5 سنين راهو حكاية. أنا الحقيقة ما عنديش حتى ملاحظة، فرحانة برشا. من قبل ما تتكلم أنت. أوكي. أفهمني، سي بون. صحيتك يا أسامة. عاش. عاودنا التصويت، عاودتوا التصويت. به. عمل علينا بالعاني هذا التليكوموند. اي بون. تستناو التصويت أسامة؟ نتيجة. قديش حسب رايك؟ شاذا جاب 70. اي انا 71. عالبهر يا أسامة، 73% يا أسامة، 73%. برافو عليك، يعطيك الصحة. والله بالحق مستويات تبارك الله عليهم، خاصة أسامة 18 سنة ما ننساوش، معناها سافي بليزير نلقاو دي جون كيف ما هكا. وعلى هذا احنا نستقبلوا اللي بعده، نستقبلوا طه. عسلامة يا طه. عسلامة غادر. الحمد لله. عسلامة هيثم. عسلامة أمل. قد منا روحك. طه المصمودي 26 سنة، أصيل ولاية صفاقس، أستاذ مبرز في التاريخ. مرحبا بيك. دونك 99 ثانية في يدك كيما زملائك الكل، تفضل. زعما علاش التوانسة ما عرفوش يختاروا الرئيس؟ في الحقيقة كل من يتقدم المنصب في قيمة رئيس الجمهورية هو مطالب بتقديم أداء وتنفيذ برنامج وفق الصلاحيات اللي يضبطها الدستور في الفصل 77 من بين الآليات الدستورية المبادرة التشريعية. زعما الرئيس قام بهذا؟ في الحقيقة لا، هو لم يحاول. زعما علاش؟ أولا
شعار الشعب يريد اللي يرفع الرئيس شعار فيه مغالطة، لأنه ما يوضحش ماذا يريد الشعب. الشعب متعدد وإراداته مختلفة. الخطاب أو الشعار هذا فيه تنصل من المسؤولية، لأن الرئيس مطالب بترجمة الإرادة الشعبية اللي وصلته للحكم في شكل قرارات أو مشاريع قوانين. ثانياً، الصراعات السياسية اللي انغمس فيها الرئيس، صراعات قائمة على ثنائية الخير والشر ضد أعداء هلاميين، خلاته غير قادر على القيام بدوره كرمز لوحدة الدولة أو القيام بوظيفته، وزادت من تقسيم التوانسة والفرقاء السياسيين دون تقديم حلول ملموسة. ما ننساوش زادة التناقض اللي ميز مواقف وخطابات الرئيس. في خطابه يوم عيد المرأة قدم الرئيس موقفه من المبادرة التشريعية اللي تقدم بها المرحوم الباجي قايد السبسي والمتعلقة بالمساواة في الإرث، ونقدم قراءة فقهية للنص القرآني، وأكد على قطعية النص وعدم قابليته للتأويل، في حين أن تونس يؤكد دستورها أنها دولة مدنية وليست ثيوقراطية دينية. تمثل الرئيس للسلطة والحكم، خطاباته الديماغوجية، مواقفه الشعبوية تخليني نقول هي سبب في حصيلة حكمه السلبية إلى حد الآن. وفي الوقت تصويت تصويت أنا سيبان مش نبدأ في الملاحظات طول سيبان تصويت اوكي يلا في انتظار تجي نتيجه التصويت يا طه عندكم ملاحظات غدا عندها ملاحظه نتلمو عندي ملاحظات مانيش نقول حتى شيء يعطيك الصحه انا جوست حب نعرف انت كيفاش استاذ مبارز عمرك 26 سنه انه قريت في دار المعلمين العليا ليكول نورمال سوبيريور وكملت دونك سافي 2 ans اللي انا ديجا استاذ مبرز يعني من عمري 24 سنه دونك عديت المناظره ونجحت فيها وبالتالي وليت استاذ مبرز باه نتيجه التصويت شكون يقول نتيجه التصويت انا شنو نقول انا فرحانه بنتيجه التصويت طه حسب رايك قداش ما نحبش دبلوماسي 90% من نتيجه التصويت من اثار الحكم برافو يا طه يعطيك الصحه يعطيك تفضل متسابق الاخير عندك يا هيثم والله بربي والله ربي يفضلك ولدي ناك حبوك ختامها مسك بيعزك المتسابق الموالي وموعدكم مع محمد خليل عسلامه ما هو الاناقه نتعرف عليك اي محمد خليل مسمودي 23 سنه طالب هندسه توبوغرافيه وجغرافيا رقميه في المدرسه العليا للطيران بتونس وتكنولوجيا بتونس ناشط بالمجتمع المدني زاده في جمعيه دوليه وجمعيه محليه بارك الله طيران طيران وتكنولوجيا واللي تحب انت ومحليه ودوليه زاده منين الدور مرحبا بك محمد خليل عندك 99 ثانيه باش تفسر لنا علاش انت ترى ان تونس ما عرفتش تختار رئيسها اوكي زعما تونس عارفه تختار رئيسها لا اداء رئيس جمهوريه كان غير مرضي هنا باش نعبر عليه في ثلاثة نقاط راهم مهم النقطة الأولى وهي الدبلوماسية الخارجية الثانية الأزمات السياسية والثالثة هي الطريقة الاتصالية على رئيس الجمهورية الدبلوماسية الخارجية شهدت التدهور منذ تولي قايس سعيد لازم نعبر عليه في بهتة وتذبذب كبير البهتة في غياب قايس سعيد في المؤتمرات الدولية لازم نحكيو دافوس ولازم نحكيو على مؤتمر برلين اللي هو يهم الشأن الإقليمي هنا قايس سعيد ما ريناهوش حضر تذبذب زاد كيفاش لازم نراهو في المواقف في القضيه اللي بيزت اللي هو مره يحينا اللي هو مع شعريه دوليه مع حكومه السراج وفي مره اخرى يحينا اللي هو مع الحل الليبي ليبي والدستور من الشعب الى اخره الازمات السياسيه ما خلى حتى فرصه ما استغلهاش مش يعمل ازمه سياسيه الاولى في تكوين الحكومات وفي طريقه التشاور مع الحكومات وحتى التداخل في الوزراء لحكومه المشيشي هنا زاد قايس سعيد ما خليش فرصه مع السلطات الثلاث التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه السلطات الكل قايس سعيد عمل معاهم مشاكل بخطاب من نقطه تاع الخطاب نتنقلوا طريق الاتصالي مانيش مش نحكي لهنا على قايس سعيد واستعمال معجم الحرب ومعجم التهديد والخطاب اللي عامله من الثكنه اللي هو موجه للسياسيين في سابقه اولى مش نحكي لهنا ما لم يفعله قايس سعيد استغلال الشعبيه نتاعو لتوعيه الشعب مقاومه الكورونا رئيس مجلس الامن القومي والامن الصحي من الامن القومي لهنا تلخيص قايس سعيد اتصاليا كان متذبذب داخليا كان حل من المشكل ليس من الحل ودبلوماسيا كان ضعيف ومتذبذب هذاك علاش ما اخترناش رئيس الجمهوريه في الوقت ميرسي بوكو يعطيك الصحه
نبدأ بالتصويت. التصويت صعبتوا علينا المهمة على الخشبة. باهي باهي، هذا يعني أنهم خدموا خدمتهم بالكدا صراحة. كان جا التصويت سهل ما عادش كيف، ما عادش فما كيف. باهي ألور دونك نبدا انا. دونك محمد خليل يظهر لي كنت اتصاليا من احسن المترشحين، كان مش احسن واحد اتصاليا، تمكنك بالحضور الركحي من الحجاج نتاعك والتسلسل نتاعك. بالنسبه للمحتوى كان فما برشا محتوى زاد مدعم يستند الى معطيات واقعيه. بصراحه كان نحب نلوج باش حاجه باش ننقدها لازم تعطيني اكثر شويه وقت، الوقت اللي كان عندي ما يكفينيش، صعيب باش نلقى لك. ما نعرف شنو راي الساده والسيدات قبل ما نعلن النتيجه. خليل تي تري زاليس تي تري بيان، ولكن صعبت علينا ياسر الاختيار. ولكن الاختيار لازم يتم لانه فما زوز برك باش يوصلوا للنهائيات. تعطينا نتيجة التصويت هايكم؟ والنتيجة كان لازم تصل، كان لازم تطلع جوستومون. محمد خليل 86%. شكرا. برافو. برافو خليل، برافو برافو اكسلون. والنتيجة دونك شكون ربح من الفريق المعارض؟ اللي ربح من الفريق المعارض نعطيه النتيجة. طه المصمودي. طه المصمودي مبروك. برافو. مبروك طه مسمودي باش يترشح معنا او ترشح معنا للدور النهائي باش يحضر معنا نهار الاحد في الهاتف شو ياسر قراب بين طه وخليل 90 86%. تلعبت بنقطتين باربع نقاط بالضبط بالضبط اللي هما حتى شيء معناها في 100%. يعطيكم الصحة الناس اللي تبعتونا. بصراحة نعاود ونأكد أن المستوى المتسابقين ياسر قريب البعض وكلهم ممتازين من غير حتى استثناء في الأداء في الحجاج في كل شيء. غدوة المباشر 9 متاع الليل، غدوة المباشر 9 متاع الليل تفرجوا علينا على قناة التاسعة تونسنا أم تونيزيا و17 إن إذاعة. نكونوا معاكم في اللايف شو إن شاء الله. زعمة تونس عرفت تختار رئيسها. يعطيكم صحة لجنة التحكيم.